ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء إعفاء السفيرة الأوكرانية بالمغرب. وقال زيلينسكي في شريط فيديو أنه وقع مرسوما باستدعاء السفراء الأوكرانيين من المغرب وجورجيا. وأضاف زيلينسكي: هناك من يعمل مع الجميع للدفاع عن الدولة، وهناك من يضيع الوقت ويعمل فقط للبقاء في منصبه. الرئيس الأوكراني اعتبر أن السفيرة الأوكرانية بالمغرب فشلت في إقناع المغرب بدعم أوكرانيا. مصدر دبلوماسي من داخل السفارة الأوكرانية أكد أن الرئيس الأوكراني غاضب من الحياد المغربي من القضية الأوكرانية، ويريد موقفا مغربيا حاسما تجاه روسيا.